No! باش يمشي من مورا الباب لين كنفرع القفل بالسنايبر وعاود حطو في بلاصتو بصماتو غيبقاو عليه غيعيط لماهون وغيشد التليفون دون وقال لي شنو واقع برا والدنيا بلبل بوليس وقال لي واحد البلاصه خاويه شويه باش يبعدو الشركه عليهم غيصيفط ماهون الشقه اللي فيها ساره وبغى منو باش يستوجب مو بايتها طريقه وكيف بغى غير يجبد منها سيلا وحتى لين كان قال لي دير اللي بغيتي غير جيب سيلا في الاخبار الخوت ولاو مشهورين هما اللي مشابه بهم في قتل ولد رئيس الوزراء ديال الهند والجنرال غيصيفط القاتل ديالو يمشي قشل خوش قبل اللي يشدهم البوليس الامن ديال الهوتيل غيسدو كاع البيبان تبارطماس ملي بغى يفتح مايكرو وحده ما بغاش تحل وغيمشي دون على اساس من الامن القومي باش يعرف الخطه ديال البوليس قالوا ليه غيبداو يلوحوا في كل طابق الدخان اللي ما عندوش لون ورائحه باش يخرجوهم من بلايصهم ملي وصل ماهو البارطمان لقاه ساره اللي مربوطه وغيعتقى وهو غيرجع وساره غتبقى غير في البارطمانيت رئيس وزراء الهند قصد كريستين وقال ليها اسمع من الاخبار بلي راشيلوا هما اللي ورا اغتيال ولده وهو هنا على اساس باش يشري منها التكنولوجيا ديال الفسيلا وهي تتقول لي بلي راه خطات هي ولدو اللي قتلات باش يستخدموا التكنولوجيا لمساعي انسانيه ماشي الاستعمالات الحربيه وقال لها ماشي شغلك وبغى يشري منها الحقوق لانه بغى ينتقم من جمهوريه الصين الشعبيه باش يحسوا بداكشي اللي كيحس به هو حاليا وغادي تقول لي مادام بغيتي هادشي فماشي مشكل وغادي تبغي انها تبيعها ليه وغادي نوض باش يدير اجراءات باش يخلصها وباش يدفن ولدو اللي الكل تيحس بالفشل وفاشل لصقوا لي جوج جريمات قتل في 5 سنين الاولى اللي دخل على قبلها فوكس ريفر والثانيه هي هذه ديال اليوم غيجي واحد العميل سميتو هوكس من الامن القومي قال لي البوليسي راه ديجا جا واحد منكم دون سولف وغيتفكر هاد العميل بلي راه دون تيقول له مقتول كريستينا تتحاول تنوض الحرب بين الصين والهند اللي كانت في 62 ديك الساعه سالات غبزز حيت البلدين بجوج كان عندهم خسائر كثيره وداروا هدنه ويلا نجحت دابا في اثاره حرب اخرى ويلا ورطات تصير في مقتل ولد الوزراء الهندي فراه غتشعل صراع كاري غيدوم عقود وموحاش كاع يسالي وسولو ماهون علاش انت ما درتيش هادشي جاوبو الا كانت الهند متورطه غتجر باكستان من بعدها روسيا غتبغي تدافع على الحدود ديالها من هنا العام غتدخل اوروبا وامريكا للحرب يعني هادي كارثه كلشي غادي يخسر ولكن كريستينا ما كيهمهاش هادشي بقدر ما كيهمها الفلوس القاتل ديال الشركه غيدخل لوطيل من واحد الجهه بورا ما غيقتل هاد البوليسي ودون تا هو بغى يخرج وتعرض ليه هوكس قال لي انت ميت جاوبو بلي راه هادي شي مهمه سريه وداكشي وخاص يكون ميت زعما باش يقدر غرض ساعه هوكس ما ساقش فيه وغينوضها مع هادون لدرجه انتهى القتال بموت هوكس هوكس جاي غير يدير خدمته صدق مقتول مايكل حل الباب ديال واحد الشقه مورا ما قطع شي خيط والامن عرفوا بلي راه ديك الغرفه تحلات وغيصيفط المخزن لداك الطابق وديك الغرفه بالضبط غادي يخرجوا واحد الخزنه من البارطمان وحطوا فيها شي حاجات وخاصهم يسدوا الباب باش يكون الضغط وسمع مايكل بلي راه جايين في الدروج طالعين اللي كيشعل العافيه وسد الباب وهما تخباو الامن رماو الدخان اللي ما يجيبانش ودخلوا لداخل قربوا وانفجر داكشي البوليس غيصيفطوا الدعم وغيهبط مايكل وخوه متذكرين في الحوايج ديال الامن اللي طلعوا عندهم ولكن الشاف ديال البوليس عاق بهم وغادي يقول لهم توقفوا عند حدكم وكان غادي يشدهم ولكن غيقتلوا القاتل ديال الشركه وقال لهم بغى الجنرال يدوي معاكم وبغاكم في الشقه دابا الجنرال تعصب على التيم وهنا غيوريهم بلي راه ما كيضحكش كتب سمياتهم وغيدير لهم القرعه والقرعه غادي تجي في دون وعيط لهذوك الناس اللي مراقبين مرتو وغتكون في السبيطار وعاود لي الجنرال بلي انت كنتي سايق طوموبيل وسكرتي بزاف ودرتي كسيده ورجع مرتو مشلوله وهادشي اللي جدون حاول يهرب بسيله باش ينتقم من الحكومه اللي ما كانت كتعطيه والو باش يقابل مرتو وكان بغى يبيع سيلا ويهرب مع مرتو ويختفي بجوج للابد وهنا دون غادي يطلب ويترجاه باش ما يقتلش ليه مرتو اللي كاينه في السبيطار دابا وانما يقتلو هو وطلبوا التعيه والجنرال امر الرجال ديالو من التليفون باش يقتل مرات دون وقتلوها وهو كيسمع ودابا غادي يبغيو يقتلو حتى هو ودون غيدفع القاتل وهرب ليهم لا يقتلوه حتى هو ونقز من الشقه اللي فيها هما دابا وجانيشان في الماء والجنرال غيصيف التيباك باش يتاكد من الموت دون وزير الهندي جاب ليها الروسي بلي صيفط ليها الفلوس للحساب البنكي 3-4 مليار دولار وهي غتقول لي من هنا 24 ساعه غيتوصل ليه البيانات اللي في سيلا ايوا هنا كريستينا بغات تخربها بغات من الحارس يهضر مع الوسيط ديالهم في شينوا حتى هو تبيع ليه والحارس ديالها حضرها باش ما تلعبش هاد اللعب وهي غتصر انه يهضر مع الشينوا مايكل قال لهم كريستينا ما غتكونش في السفاره الهنديه واي صفقه دارت مع الهند غتكون سريه
الاولانيه ودابا راه كيهموها جوج ديال الامور. الاول هو تبيع سيلا والثاني هو تشد فلوسها على حساب مايكل. فغالبا غتكون باعت سيلا، خاص دابا غير تخلص. غير رجع تيباك وقال لهم بلي راه ما لقاش دون ملي نقز من البارطمان. غيكملوا هضرتهم بلي مو غتبغي تتاكد ان فلوسها تحولوا للخارج قبل ما تغادر هي ميريكان. اذا لا لقاو الفلوس غيلقاو كريستينا. عاده باش كيتحولوا الفلوس دوليا كتستغرق العمليه 3 ايام الا اذا كان البنك موقعا في النظام الاحتياطي الاتحادي. في هذه الحاله كيكون تحويل فوري. اذا هي خاص تخرج شويه ديال الفلوس باش تاكد من ان الفلوس تم تحويلهم. ما هون بغى يقلب على شي بنك موقع في النظام الاحتياطي في ميامي باش تكون عندهم فرصه يلقاوها. والجنرال غيقول لمايكل شي علاش انت الوحيد اللي ميمكنش تستبدل. اي شخص ممكن يتبدل في هذه الشركه الا انت حيت عقلك بزاف. فعلا كريستينا غتكون في بنك وبغات تخرج واحد 10 مليون. شوف واش الفلوس كاينين، وكانت مدخله معها سيلا البنك. ما هون ضرب دويره وشاف كريستينا في البنك لداخل. دون غادي يخرج من الماء وحالته حاله، اللحم ديال رجلو طاير. تيباك الصندوره تيقنع في الجنرال بلي راه مايكل اللي خدا سيلا راه غينزلب على لينك بالزربه فيها لانه غبي، وخاصهم دابا غاديين يحتاجوا وسيله ضغط على مايكل. ايوا هنا تيباك دار خدمته، مشى قلب طوموبيل ديال ماهون وقلب على اخر عنوان داروا ماهون في الجي بي اس اللي كان على ماكيدون. تيباك هو عنوان صارف فاش مشى اعتقها ماهون وغيصيفطو الجنرال باش يمشي يجيبها. كريستينا جابت ليا السيده الفلوس وتاكدت من الفلوس كاينين، وهنا دخلوا ثلاثه ديال اللصوص. كريستينا طلع عليها الدم، ما لقاو امتى يسرقوا البنك حتى اليوم. جاو قصدوها نيشان وخذوا لها الحقيبه اللي فيها سيلا. ولينكن عيط لامو وتصدمت، ما كانش كيسحب ليها وجههما. مع خرجوا من البنك بداو كيضربوا عليهم الرجال ديال كريستينا، وغادي يكفرهم لينكن ويهربوا هما. وهو غادي يحصل السنتوره وصل عند ساره وغينجح في انه يشد ساره وياخذها لعند الجنرال. مايكل وماهون وقفوا في شي زنقه وغايعيط لخو لينكن ما تيجاوبوش. شويه عيط الجنرال مايكل وسمعوه ساره باش يجيب ليه سيلا، وقال له غادي يقتل ساره. سالا لابيل مع الجنرال غتعيط لي كريستينا وقالت لي بلي راه عندها لينكن وغتضربوا في قفص الصدري شي نقطه معينه تحت الرئه اليمنى ديالو، والا ما تلقاش رعايه طبيه من 5 ديال السوايع غادي يموت. وضرباته بالسلاح. ومايكل دابا في وضع يختار بين لينكن وساره. مايكل قرر يعتقهم بجوج وتقنع فيه ماهون بلا ما يدير هادشي. وساره عندها ميزه اللي هي ما مضروباش بالرصاص وبغى باش يعتقوا كل واحد في مره. وعيط لمو قال ليها تجي لواحد البلاصه ساحه الشحن من هنا 45 دقيقه وغادي يجيب شي متفجرات بغى يصاوبهم في المنزل. ماهون خاف من هاد الفكره باللي احسن طريقه يعتق بها كلشي هي يعطي الكريستينا داكشي اللي بغات، وبدا تيقول ليها هما كاع وصلوا لساره واللي يمكن وعتقهم. ومن بعد مازال جنرال مراقب ليه مرتو مرت ماهون ومراقب ال جي ولد لينك كيفاش غيحافظوا على سلامتهم وسلامه الجميع. ربما يدوا مع كريستين يديروا شي صفقه معاها يعطيوها سيلا في مقابل تحمي حبابهم. مشى ماهون ومايكل للساحه وشافوا العساس ديال تما وجايب معاه القنبله اللي صاوب، والعساس غيعيط للمخزن. جات امو وراتو لينكن قريب يغيب وقال لها تبعيني باش يعطيها سيلا، وغيكون واحد الخيط دايرو عند رجليهم بغا تقيسو باش تفعل القنبله وتموت. مي هي عارفه مي يمكن يجي تيكون داير شي خطه اللي خطيره. البوليس جاي وقال لها الا بغيتي سيلا خذيها. الحارس ديالها هو اللي غادي يبغي يجيبها، هو اللي فعل القنبله وقتلاته. وغيهرب مايكل وماهون من جديد وفشلات الخطه الاولى. شوفوا شكون اللي بان، الصديق الوفي سوكري كان غادي في الطريق وتبعاته شي طوموبيل حسرته. ملي نزل السائق تصدم من اللي شاف، والسائق كان هو سينوت. هو هنا قال سوكري بلي راه كان في حمايه وقائيه بين ما يشد ضد ماهون، ولكن القضيه انهارت وبغاو يرجعوا لفوكس ريفر. وغيسولوا على مايكل ولينكن فين كاينين، وسوكري ما عجبوش الحال. ولكن سينوت بنجامين بغى غير يعاونهم ويعاون سوكري باش يتخلصوا من هادشي كامل، وبلي راه شي راجل جاي عنده وهاد الراجل عارف كلشي عليهم مايكل ولينكن. وقال لي هاد الراجل راه ناضي بغى غير يعرف فين الخوت كاينين ويعاونوه يرجع الجهاز اللي بغى باش يسلموا هو الناس المناسبين، وهاد الراجل عنده نفوذ قادر يمسح سجلاتهم ويرجعهم احرار. دوم سكين فاق السبيطار وبغى يدخلوا عنده واحد جوج من المباحث بغاو يسولوه على مايكل ولينكن فين ممكن يلقاوهم. كريستينا معصبه وغتقول لينكن بلي راه محال تعيش حتى تولي عام فهم والو. وعيط الوزير الهندي ليها وبغى التكنولوجيا اللي شرا من عندها في سيلا، وعيط مايكل ليها بغى يتاكد من سلامه لينكن. وكريستينا غادي تعطي التليفون لينكن، ومايكل بغى يقول ليه واش عارف راسو فين كاين ولا يلمح ليه بالضبط فين كاين باش يجي يعتقو. بغى يقول ليه لينكن غير ينساه ويمشي يعتق ساره حيت ساره حامله. دابا المشكل هو بقى مايكل قل من 50 دقيقه باش يوصل سيلا الجنرال. وغى يقول مايكل ماهون الا كان شي حاجه تديرها باش تحمي بام مرتك غاديرها. وغيخرج ماهون وهو ما راديش. كريستينا غتخرج
غديدها في لينكن وغتحيد الصباطه وغتخشي ليه القمقم في كرشه وغتقول ليه بلي المول الحقيقيه كانت غبيه وبلي راه هي ماشي مول حقيقيه وغيدوي معها الوزير عاوتاني وهاد المره غيقطع ليها في وجهها والصفقه تلغات. تعصبات وغتبغي تجي عاوتاني تفرق الغضب ديالها في لينكن. يلا جبدت السلاح باش تقتلو وصونا التليفون وكال ماهون قال ليها سميتو اليكس ماهون وبغي يدير معاها اتفاق يجيب ليها سيلا في مقابل تعطي شي حاجه اللي ما قدرش عليها مايكل اللي هي حمايه ديال عائلته ومراته تخرجها من السلطه ديال الجنرال وفي مقابل بغا تعطيه لينكن واخا ما كيحملوش حتى هو غير حيت عاونو في انه يقتل وينتقم من وايات اللي قتل ليه ولده. غتقول ليه غير جيب ليا سيلا وديه الا بغيتيه غير الحقيبه بحال اللي مديوره فيها السيلا اللي عند مايكل. الجنرال حيت ما تيقش في مايكل غيقول ليه فين يجي هو من هنا ل 20 دقيقه يكون في البلاصه اللي قال ليه الجنرال. ما هون غيكون جا واحد الحقيبه الخاويه والجنرال بغى يتحرك المكان اللقاء وغيخلي تيباك منه لساره فشنو غادي يقرر تيباك انه ينتقم من سكوفيلد بها هي. ومايكل حتى هو غادي البلاصه اللي زقى معاه فيه الجنرال وعيط ليه دون هو في الطريق باش يعرف بلاصتو ويشدو المخابرات ولكن مايكل ما بغاش يقول ليه فين هو كاين وقطعها عليه. غادي يتحرك سينوس مع سوكري وقال لي بلي راه مايكل ولينكن غيتعرفوا على هذاك الراجل اللي مصيفطو وسميتو تيعيطوا ليه بول واللي بان منه هو يدو وفيها خاتم. ومايكل وصل مكان اللقاء حط الباليزه وغادي يرجع وساره كتطلب تيباك ما يدير ليها والو وبهكا تقول المحكمه بلي راه عتقها غير هو تيباك ما كيشوف المحكمه لا والو تيبان لي غير الانتقام من مايكل على كاع داكشي اللي دار ليه من ايامات فوكس ريفر. الجنرال وصل المكان وغادي يلقاو الباليزه ولكن غيلقاوها خاويه وما فيها حتى حاجه وغيكون مايكل بغى يطلع الشقه اللي فيها ساره يتسلق ما بغاش يدخل من الباب حيت كاينين الحراس ديال الجنرال ومازال تيحاول دوني عيط وغيجي الطبيب خرج المخابرات ولكن هذا ماشي طبيب هذا واحد من رجال ديال كريستينا جا باش يقتلو. تيباك بدا تضرب في ساره ولكن غادي يوصل مايكل وضرب تيباك وكان غادي يقتلو اللي غادي يحبسو هو ساره تطلبو باش ما يديرهاش. وحتى ما هون وصل عند كريستينا وراها سيلا وغيعطيهم سيلا ودخل معاهم الداخل ولكن ما غاديش تسلقو حتى تتاكد من سيلا خدامه وغيدخلو الغرفه اللي فيها لينكن قال ليه جا باش يعاتقو وهذه خطه دايره هو ومايكل من الاول باش يعاتقو ساره ولينكن بجوج في دقه وحده. ودار مايكل شي حاجه لداخل في سيلا المزوره ما هون نوض لينكن من بلاصتو بعد شويه على الباب حيت سيلا المزوره اللي مع كريستينا الداخل ديالها كان داير مايكل قنبوله وكريستينا عرفت مايكل عاود ثاني خطط لهذا الشيء.